فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل الطواف قريبا من الكعبة يختلف عن الطواف بعيدا عنها من ناحية الأجر؟ هنا كل ما قرب من الكعبة فهو أفضل، إلا إذا كان فيه زحام، وكونه يطوف بعيدا عنها ولا يؤذي أحدا أحسن. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.